وصلنا المشاهدين إلى فقرة ضيف، ونستضيف ليلة دكتور محمد عمراني بوخبزة، المحلل السياسي، للحديث عن الوضع الوبائي بالمغرب. مساء الخير دكتور بوخبزة. مساء النور سعد الله. إذن كما ذكرنا اجتمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لمناقشة الحالة الوبائية، وقال بالمناسبة إن القرارات الاستباقية التي تم اتخاذها في إطار مواجهة الوباء مكنت المغرب من تفادي وقوع النكسات. كيف هو تقييمكم لهذه الإجراءات؟ هل أثبتت نجاعتها علما أنه كانت لها يعني كلفة أو تكلفة أيضا؟ وفي الواقع أن عملية اتخاذ القرار فيما يخص تدبير الجائحة هي عملية تقوم على أساس منطق نسميه منطق تناسبية، بمعنى أن هناك وضع، هناك إكراهات، ويجب اتخاذ قرار، لأن لا يمكن أن لا تبقى دون اتخاذ قرار، ولكن هذا القرار يجب أن يكون متناسبا مع حجم الإكراهات الموضوعة على الدولة. إذن في الوضعية التي نعيشها معلوم أن هناك إكراهات صحية مرتبطة بتطور الحالة الوبائية، ولكن هناك بالمقابل هناك وضع اقتصادي، وضع اجتماعي، وضع نفسي يعيشه المغاربة. إذن ما هو القرار الأمثل لكي يكون هذا القرار متناسبا مع حماية الوضعية الصحية وفي نفس الوقت الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية؟ إذن هنا ربما نلاحظ أن في إطار اللجنة المكلفة بتدبير واتخاذ القرارات فيها الشق العلمي وفيها الشق الآخر المتعلق بالجانب الأمني، الجانب المالي والاقتصادي. فبالتالي هل السؤال الذي نطرحه هو هل الإجراءات والقرارات المتخذة هل كانت متناسبة؟ بمعنى هل كان بإمكان اتخاذ إجراءات كان بإمكانها أن تكون نتائجها أقل ضررا مما نحن عليه؟ معلوم أن بعض القطاعات تضررت بشكل كبير وكبير جدا، وصلت إلى حالة الإفلاس شبه التام، خاصة في القطاع السياحي الذي يعتبر مكون أساسي على مستوى التشغيل وعلى مستوى القيمة المضافة، وهناك بالتالي قطاعات كانت نسبة تأثرها بهذه القرارات كانت نوعا ما محدودة. إذن فبالتالي السؤال الذي نضعه على متخذ القرار هل كان بالإمكان أن نتخذ قرارات أخرى أقل ضررا وتأثيراتها أقل في بالمقارنة مع الدول الأخرى؟ نلاحظ أن هناك دول لم تتخذ إجراءات استباقية كما اتخذها المغرب، ولكنها حققت نسب نمو كبيرة جدا، حافظت على الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، ولكنها بالمقابل كانت هناك على مستوى انتشار الوباء كانت بشكل مهول مخيف ومخيف جدا، أعادها إلى نقطة الصفر. لذلك فمسألة التناسبية هي المسألة التي يجب أن نركز عليها لفهم المؤشرات التي تعتمد عليها الدولة في اتخاذ هذا النوع من القرارات، لأنها ليست قرارات عادية، لأننا نتخذ قرارات في وضعية قائمة على التنبؤ، والتنبؤ في احتمالية قد وقد. لذلك فتطور الحالة الوبائية لا يمكن نتحكم فيها، تطور السلالات الجديدة لكوفيد 19 لا نتحكم فيها. لذلك فمتخذ القرار في الحقيقة يوجد في وضعية صعبة جدا لكي يتخذ القرار الملائم. طيب بمناسبة، هي الفكرة واضحة جدا، بمناسبة هذا الاجتماع بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، طيب من الأدوار الدستورية للأحزاب يتأثر المواطنين، أي دور الأحزاب برأيك؟ وهذه مناسبة للحديث عن دورها وتقييم أدائها خلال فترة الجائحة أيضا. الآن نحن نواجه إشكال حقيقي بالمقارنة مع اختيارات الدولة. الدولة اختارت أن تضحي بالاقتصاد وبالاجتماع وبالنفسي في مقابل المحافظة على صحة المواطن المغربي. إذن للمحافظة على صحة المواطن المغربي فهي بذلت مجهودات كبيرة جدا على مستوى توفير اللقاح. توفير اللقاح هو الحل الآن بالنسبة لجميع الدول، فالكل يقر بأن
ونحن لاحظنا كيف أن كان هناك صراع كبير على مستوى الشارع أو على مستوى البرلمانات في الدول الأوروبية النموذج الفرنسي في إلزامية التلقيح، بمعنى أن مسألة التلقيح في نظر الخبراء والعلماء هي الوسيلة الوحيدة لحد الآن المتوفرة لحماية جماعية من تأثيرات السلبية للجائحة. إذا فالدولة وفرت اللقاح واتجهنا في اتجاهات صحيحة منذ البداية الجرعة الأولى، وما حققناه ربما كنا السباقين على المستوى العالمي وعلى مستوى القارة الإفريقية بشكل كبير، ووصلنا إلى نسب تلقيح عالية بالجرعة الأولى. كان نفس المسار على مستوى الجرعة الثانية، ولكن وقع خلل كبير جدا على مستوى الجرعة الثالثة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على هذه الاختيارات الكبرى التي اتخذها المغرب. إذا فالتوجه نحو جعل الأولوية هي الصحة لم تتحقق، لم نحقق النتيجة المرجوة، طالما أن نسبة التلقيح بالجرعة الثالثة هي ضعيفة وضعيفة جدا. الآن 4,400,000 الذين يعني 4 ملايين ونصف المليون تقريبا أخذوا الجرعة الثالثة من اللقاح. الواضح هو وجود تباطؤ في هذا المجال. هل كان الهدف من اللقاء معه والاجتماع مع الأحزاب السياسية يعني التأثير وتشجيع أخذ الجرعة الثالثة؟ هي ليس فقط هذا الجانب، هو هذا الجانب حاضر وحاضر بقوة، وهذه من الأدوار الدستورية الملقاة على عاتق الأحزاب السياسية، لأنها مسؤولة بشكل كبير أكثر من جميع المؤسسات، لأن هي المطالبة أن تكون هناك يكون هناك القرب، يكون هناك التفاعل الإيجابي، تتوفر على وسائل التواصل، تتوفر على بنيات هيكلية من فروع ومن كتابات محلية وغير ذلك من الأدرع النقابية والنسائية والشبابية إلى غير ذلك. فالأحزاب السياسية هي متواجدة بقرب المواطن، فبالتالي وتتوفر على وسائل الإعلام. إذن فحضورها داخل المجتمع من المفترض أنها كمؤسسات سياسية أن تقوم بهذا الدور. ولحسن الحظ بالنسبة للمغرب أن هناك إجماع بهذا الجانب المتعلق بجعل الأولوية أو الاختيار الأكبر هي صحة المواطن، ولكن الانخراط في توعية وفي توجيه المواطن نحو هذا الاختيار يبقى ضعيفا. لاحظنا فقط أن الدولة بوسائلها وبإمكانتها هي التي تباشر هذه العملية، في حين أن هناك دور ضعيف جدا وقد نقول أنه محتشم في عملية توجيه المغاربة من قبل الأحزاب السياسية لهذا الاتجاه. بل أكثر من ذلك أن الأحزاب السياسية بدورها هي متضررة من استمرار هذا النوع من العزوف على الجرعة الثالثة، لأن الأحزاب السياسية هي تشتغل وفق أجندات، مؤتمرات، مطالبة بأن تقوم بأنشطة مكثفة لاستمالة الكتل الناخبة وجر الشباب إلى الانخراط، ولكن لا يمكنها أن تمارس هذه الأنشطة الحزبية والظروف الصحية لا تسمح. لاحظنا كيف أن أكثر من مؤتمر تم تأجيله، كم من مؤتمر أنه تم تنظيمه عن بعد، وهو يمس في الحقيقة بالعمل الحزبي. إذا العمل الحزبي هو يحتاج إلى التواصل الدائم ما بين المناضلين وما بين المنتمين لهذه الأحزاب السياسية، ولكن الجائحة وظروفها لا، ولكن حتى أثناء فترة الجائحة وإبان الحملات الانتخابية الأحزاب كانت حاضرة وحاضرة بقوة وكان أداؤها لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا مع تطور الجائحة نوعا ما الحضور خف؟ على أي قلت فكرة مهمة جدا أن الدولة اختارت تضحي بالاقتصادي والاجتماعي والنفسي على في إطار منطقة تناسبية الذي كنا نتحدث عنه. لأن الحكومة أغلقت الأجواء لأكثر من شهر كي لا يدخل المتحور، المتحور أنشئ داخليا على أين؟ المغرب يستعد الآن لفتح الأجواء، وهذا المطلب يعني كان ملحا لسعادة النشاط الاقتصادي والتجاري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لقطاعات معينة. في الحقيقة أن يجب أن لا نقوم بعملية تقييم الإجراءات من خلال فقط تكلفة، لأن مسألة التكلفة في هذه الوضعية هي مسألة غير منطقية ولا تستقيم.
لأن أرواح المواطنين قيمتها هي ربما لا يمكن قياسها بما هو مادي وبنسب النمو إلى غير ذلك. ولكن دعني أقول أن اتخاذ قرارات من هذا الحجم هي لا يتم اتخاذها بناء على أهواء، بل هي تتخذ على بناء على قرار على معطيات. لأن الفرق ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الحالية هو أننا الآن أصبحنا نتوفر على معطيات، على دراسات، على أرقام، على مؤشرات، على إمكانية المقارنة إلى غير ذلك. فالآن يمكن أن الدراسات العلمية الآن نتوفر على دراسات علمية نسبتها من حيث الصحة هي كبيرة وكبيرة جدا. إذن فالآن لنتحدث عن كيف يتم اتخاذ القرار. هل اتخاذ القرارات إغلاق وفتح هل هي قرارات لا تأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الاجتماعية وبعض الأنشطة الاقتصادية وحتى العلاقات الإنسانية؟ لأن المغرب من خصوصيته أن 15% من المغاربة يقيمون في الخارج. فهذه المعطيات هل تؤخذ بعين الاعتبار أم لا؟ طبعا الحال تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن هناك اختيارات يجب العمل وفقها. لماذا؟ لأننا قمنا باختيار حققنا به مكاسب، يجب أن لا نفقد هذه المكاسب. نعم. إذن يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. نعم. لذلك فاسمحوا لي أن أقول أنه ليس من السهل أن نتخذ قرارات في ظل هذه الوضعية. نعم. التي هي مبنية على التوقع أكثر مما هي مبنية على حقائق. شكرا جزيلا لك دكتور محمد عمراني أبو خبزان، المحلل السياسي، كنت ضيفا هذه الليلة.